وست ساعات إلى معاشرتك إخواني، وست ساعات إلى ملذاتك. شو اعتقدت؟ ترتاح، تنام، أم عائلتك، أم زوجتك، أم كذا، تمارس ماذا؟ حياتك وملذاتك. لاحظوا شو؟ ها؟ هاي؟ زين؟ أسألك بالله، هاي مو تضمن أن الدنيا والآخرة؟ لكن شنو صار؟ صار إفراط شنو؟ الصلاة تجي للعبادة، عبالك اكو واحد يطارد وراه، ركض. وما يتحمل له حتى دقيقتين دعاء. شايف هذا؟ هذا الصبر اللي شرحناه وممكن زين؟ ما يتحمل يا اخوان، مستعد ان يقعد على برنامج يستعد افراط وتفريط عندنا بشكل غريب، نعم. شوف الايمان سلام الله عليه، ترى شوف هذا منهج اهل البيت عليهم السلام. اطمئنوا، اول من حارب التصوف هم اهل البيت عليهم السلام. أن الإنسان يترك الدنيا تماما، أول ما حاربوا أهل البيت عليهم السلام. هاي أربع ساعات، الإنسان لو يقسم وقته بهذا الشكل، أربع ساعات يقسم وقته، أسألك بالله شو يصير يعني؟ يصير الإنسان يرتاح في الدنيا، يعطي كل شيء حقه، أعطي كل ذي حقه حقه، جسدك تعطي حقه، عائلتك تعطي حقها، أيضا إخوانك تسيرات باصطلاح من التزيورات والصداقات والكذا، معاشرة الإخوان، نعم. بعد أمر معاشك هم تطلع لتشتغل، إذا تشتغل يومين، لكن إحنا إفراط عندنا، لو يشتغل من الصبح لليل وداق وراح لفراجة ونام وبعد زين، وهكذا. فإذا هاي الموازنة تحدث بين الدنيا وشنو؟ بين ما تريده منك الدنيا وما تريده منك الآخرة، زين. ثم يقول الإمام: ولا تحدث نفسك بالفقر، لا تحدث نفسك بالفقر، فإنك إذا حدثت نفسك بالفقر بخلت. بس تقول والله أنا خلاص بس أصير من الدنيا أصير فقير، يقول بس تحدث نفسك بخلت. ولا تحدث نفسك بطول العمر، لا تقول والله ما، فإنك إن حدثت نفسك بطول العمر صرت حريصا، لأنه تريد تضمن أمورك. بس تقول أنا رحت أعيش مع الفجر 20 30 40 سنه بس تحدث شاعكم والحريص. هاي طبعا اخوان اطمئنوا، كلها علاجات نفسيه لكثير من المبتلين من امراض نفسيه ومشاكل وهموم، كلها علاجات نفسيه. الامر الثالث الذي اوصانا به الامام: الصبر على النائبه، لانه الصبر من الايمان بمنزله الراس. من شان اذا ترى اطمئن، اذا ما يصبر اطمئن، يعني كل اموره شنو؟ كل اموره تتلخبط، كل اموره تنتهي تماما. فالصبر، ولذلك اجت الروايات: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. لذلك سلام الملائكة يوم القيامة تقول لأهل الجنة ماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم صبر الدار. ولذلك أهل البيت ما استحقوا هذه المنزلة إلا بالصبر. شوفوا إلا المصائب التي صبت عليهم ما يتحملها أحد أبدا، لكن واجهوها بصبر وثبات. تدري يومية مصيبة على أهل البيت عليهم السلام، من تلك المصائب العظيمة هي مصيبة ولدي أولاد مسلم، لأن يعني مسلم سلام الله عليه ترى عنده ثلاث أولاد فروا يوم عاشوراء: محمد وإبراهيم وأحمد. سنأتي إن شاء الله على ذكرهم ليلة الجمعة، أعطيني شوية لعل الله يرزقنا شفاعة هؤلاء المظلومين. محمد وإبراهيم بعد أن أحرق الأعداء خيام آل رسول الله فرت الأطفال، اجت زينب إلى الإمام زين العابدين: عم علي ماذا نصنع؟ قال: عم فروا على وجوهكم في الميدان. تدري طشين أطفال سحقتها الخيول، اجت زينب تبحث عنهم وجدتهم قد سحقوا بحوافر الخيول، وقسم آخر ماتوا عطشا، زينب لحقتهم لقيتهم ميتين من العطش، وقسم فروا وما عرف مصيرهم الا بعد حين.
من ضمن هؤلاء أولاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه، محمد وإبراهيم. يقول تم إلقاء القبض عليهم من قبل جلاوزة عبيد الله بن زياد، أودعوا السجن. فيقولون كان السجانين يتبادلون عليهم. ذاك اليوم أكو سجان يظهر كان من المحبين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، شاف من عندهم تصرفات غير عادية رغم صغر سنهم. ترى الرواية تقول 1.7 و1.8، أقصى رواية قريتها 1.9 و1.10. شباب من آل رسول الله من بني هاشم، طبعا بكل هيبة بكل جلالة، ذكر الله على ألسنتهم، ملتزمين بصلاتهم. إجا سألهم أنتم مين؟ شنو ذنبكم؟ قالوا نحن ولدي مسلم بن عقيل، نحن جدنا أمير المؤمنين، لأن أمهم رقية بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه. قالوا نحن جدنا أمير المؤمنين عليه السلام، نحن أولاد مسلم. فرق قلبه عليهما، قال لهم سيدي عذرا، لكن أنا بالليل راح أفتح باب السجن وخذوا سبيلكم يعني، لكن أنا أوصيكم ترى أنتم سيروا بالليل واكمنوا وين؟ واكمنوا في النهار لكي لا تراكم العيون. أيضا تدري أطفال خوف رعب. نعم مشوا في الليل، سبحان الله، كأنما حادثتهم حادثة أبيهم مسلم بن عقيل عليه السلام. مشوا يكمنان في النهار ويسيران في الليل. شو زين؟ يقول إلى أن دخلوا إلى بستان، لكن من شدة التعب ناموا. فتحوا عينيهم صباحا وجدوا امرأة عجوز إلى جنبهما، امرأة قاعدة لهم صبوا زين، كأنما اطمئنوا لها. قالت من أنتم؟ أنا جيت شفتكم نايمين تعبانين. قالوا لها إحنا أولاد لنا الأمان. قالت لكم الأمان. قالوا لها نحن أولاد مسلم بن عقيل. قالت على الرحب والسعة، أهلا وسهلا. أخذتهما، ضيفتهما، أكرمتهما، أعدت لهما دارا، وكانت من محبي أمير المؤمنين عليه السلام. زوجها الحارث الهمداني كان من أعوان عبيد الله بن ومن شارك في قتال الحسين. هي كانت واضعة يدها على قلبها، لكن قالت بلكت ينكسر قلبه لبراءتهما ولطفلين صغيرين بريئين، يعني ما ظنت أن تصل به الدناءة. يقول على كل حال جن الليل من تعبهما ناما. هو إجا في وقت متأخر، قلت لوين كنت؟ وأرى التعب عليك. قالها لقد هرب ولدي لمسلم بن عقيل من السجن، وقد جعل عبيد الله بن زياد جائزة 2000 دينار لمن يقبض عليهما. 2000 دينار لمن يقبض عليهما. قالت ما لك ولهم؟ لا يكون يوم القيامة خصمك رسول الله. خليهم ذول أولاد رسول الله، خليهم، شنو أنت؟ قالها لا والله أريد أن أتقرب بهما إلى الأمير عبيد الله. شوف يتقرب بهم إلى الشيطان. أريد أن أتقرب بهما إلى عبيد الله ابن زياد. يقول بهالأثناء تدري طفولتهم لكن متعودين على صلاة الليل. يقول في بعض الأخبار أن أحدهما رأى أباه مسلم ابن عقيل ورأى خاله الحسين في المنام زين، فاستيقظا وهما يجهشان بالبكاء. صارت حركة، قالها أسمع صوت، حاولت أن تمنع. صاح من في داري؟ من في الدار؟ قالوا الحمد لله لقد كنا في أمان، امرأة والآن أصبحنا في أمان. شنو؟ قالوا ومن أنت؟ قال أنا صاحب الدار. قالوا نحن ولدي مسلم بن عقيل. قال سبحان الله، أبحث عنكم في كل مكان وأنتم في داري، أجركم الله أرباب العزاء. يقول أول ما صنع اللعين أنه أوثقهما كتافا، وبعد يقول أقرع ظهورهم الصياط، وكانت الصياط تتلوى. وليلة يقول إلى أن صار الصباح، صار الصبح،
اللعين جاء به. يقول في بعض الأخبار أنه أعطاهما إلى عبده، قال اذبحهما واتيني برأسيهما. يقول التفتوا له أثناء الطريق، قال له ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله. قال لهم ما أنتم وبلال؟ شو أنتم مين تعرفون بلال؟ قال له مو إحنا ولدي مسلم العقيد جدنا رسول الله، جدنا النبي. قال أنتم جدكم رسول الله؟ والله لا أذبحكما. يقول فعبر النهر، قال له عصيتني؟ قال له عصيتك إذا عصيت الله. بعدين أرسل ولده أيضا ما قتلهما، قال له لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال والله ما يتولى قتلكما إلا أنا، قال ما يتولى قتلكم إلا أنا بنفسي. أجركم الله أرباب العزاء. اجل لما اجل دارت محادثة بينهما وبينه، قال له يا شيخ خذنا إلى السوق وبعنا وانتفع بثمنها، نأتي لك بسعر أغلى من أكثر من جاهز. قال لهم لا والله إلا أقتلكما. قالوا يا شيخ ارحمنا لصغر سننا. قال ما جعل الله في قلبي أي رحمة لكم. قال له لزين خذنا حيين لعبيد الله بن زياد وهو ينظر في أمرنا. قال لا والله إلا قتلكما. قال له لزين ارحم قرابتنا من رسول الله. يقول قام اللعين فسب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من شافوا فساوت، قال له لزين امحنا حتى نصلي لربنا. سبحان الله نفس قضية أبو مسلم بن عقيل. طينا ها مهني قبل أن يضرب السياف رأسه، قال له مهنا رغم صغار لكنه ماكو فرق لاحظ. يقول قال لهم صلوا ما شئتم. يقول صلى ركعتين ثم رفع يديهما بالدعاء، قال اللهم احكم بيننا وبينه بالحق، انت خير الحاكمين، احكم بيننا وبينه بالحق. هنا التفت الكبير الى الصغير، قال له يا شيخ ان كنت قاتلنا فاقتلني قبل اخي، لانه لا طاقه لاخي على تحمل الشيخ. الاخوي ما يتحمل الشيخ. يقول الصغير قال له يا شيخ ان كنت قاتلنا فاقتلني قبل اخي، لان لا طاقه لي ان ارى اخي مقتولا. يقول ما ان انتهى كلامهما حتى اخذ الكبير. يقول فضرب عنقه. يقول الصغير قال له امهني دقيقة. قال له ما تصنع؟ قال له لكي أخضب رأسي ووجهي بدم أخي. يقول أخذ أعجبكم الله أرباب العزاء، أعجبكم الله يا أرباب العزاء. أنا أريد صيحة، أريد صيحة. أعجبكم الله فضرب عنق أخيه ثم ضرب الآخر بين المنادي خلتي بعيني
فيلمي ده فيلمي. والله امي خلتي ميعيني ابي ميعيني لابراهيم قالت لي تبيني. والله لابراهيم قالت لي تعيينا امانة امانة والامانة شقد زمنين. والله امانة امانة والامانة شقد زمنين. خلينا خلي هالبيت خلي يجرح خلينا يا احنا ريت لمنا الحجينا. والله خلينا 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 والله نريد لمنا الحزينة ونضمن لك شفاعة من لبينا. أدركم الله جاء بالرأسين جاء بالرأسين وضعهما أمام عبيد الله بن زياد. عند ذلك يقول قال له عبيد الله ما هذين الرأسين ولمن ويحك أما تنظر إلى جمال سبحان مقلب القلوب غير الحال. قال هؤلاء ولدي مسلم بن عقيل وقص القصة يفتخر لولائه لعبيد الله بن زياد. قال له ويحك أما رققت لهم شقد أنت قاسي شقد أنت نعم نعم شقد أنت خشن وشديد وغلب. هنا عبيد الله ابن زياد قال له والله لو جئتني بهم لأجلت لك رأي. يا سبحان الله يا مقلب القلوب. ثم قال من وهبت قتل هذا الفض الغليظ من يقتله؟ يقول قام واحد في المجلس وقد استجاب الله دعاءه لأن قال لما صلوا قال اللهم احكم بيننا وبينه بالحق وأنت خير الحاكمين. قال لقد حكمت بينكما من يقتله؟ قام واحد نعم نعم وأخذه ربطه برجل الفرس وأخذت تضرب به كل حجر ومدر حتى تقطع جسمه وعجل الله بروحه إلى النار. يقولون هذا في بعض الأخبار هذا الرجل هو راح أخرج الجسدين من النار نعم وألحق الرأسين بهما ودفنهم على خبر أنهم مدفونين حتى الأجساد مدفونة. نعم آجركم الله أرباب العزاء. أما أحمد ابن مسلم ابن عقيل أحمد يقولون نعم لما هرب وجد بيت من الأعراب عندهم أغنام نعم فدخل عليهم وأخذ يرعى بأغنامهم. ألهم قصته جدا مؤلمة وتجرح كل محب ومواليه. يقول نعم اشترط في من برعي الأغنام ما بين من هو حسبه نسبه ما بين أبدا. يقول إلى أن صارت ثورة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه. يقول سمع الناس تتحدث في ديوان الشيخ أن رجل خرج يأخذ بثأر من قتل الحسين عليه السلام. يقول هنانة قالهم سألهم من الثائر قالوا المختار. سبحان الله صار لشيخ تلك القبيلة شغل في مدينة الكوفة ويظهر أطراف الكوفة. قال له يا شيخ لي طلب منك. قال له ما هو؟ قال له أريد أن تحملني إلى الكوفة أريد أن أرى الذي يأخذ بثأر الحسين. قال له زين من أنت لكي نعم تريد ملاقاة ذلك وهذا الآن أمير وأمامه ومن يدخلك عليه؟ قال له لا يا شيخ أنت خذني ولا عليك. يقول قال له على الرحب والسعة فعلا أخذه آجركم الله. يقول وصل إلى الكوفة في اليوم الذي تم فيه القبض على حرملة ابن كاهل الأسدي. ذاك اليوم أكثر يوم للمختار فرحا. ليش؟ لأن الله استجاب دعاء الإمام زين العابدين كما يقول المنهان. كنت جالسا عند المختار يقول وجاءوا بحرملة فصاح النار النار الحديد الحديد. يقول قلت سبحان الله وسجدت المنهان. يقول قل لي يا منهال مما سجودك؟ يقول قلت له لقد كنت عند مولاي زين العابدين. فقال كيف خلفت حرملة؟ قلت له بخير حرملة يعيش في الكوفة. يقول رفع الإمام يديه قال اللهم أذقه حر النار وأذقه حر الحديد. لأن ترى حرملة عالم آل البيت عليهم السلام. لأن حرملة إلى يوم عاشوراء ثلاث سهام
واحدة ذبحت عبد الله الرضيع من الوليد إلى الوليد، وواحدة أخرجت ثلث قلب الحسين عليه السلام، وواحدة ذبحت ابنا للحسن ها على صدر عمه الحسين. لذلك ترك لوعة، يقول لما سمع المختار سجد لله شاكرا، الحمد لله الذي جعل استجابة دعاء الإمام زين العابدين على يدي. يقول هنا في هذا اليوم اللي المختار به فرح ومسرور، نعم، والناس تدخل عليه تهنئه في ذلك اليوم، المجلس محتشد، دخل هذا الشيخ ومعاه أحمد بن مسلم بن عقيل. يقول لما دخل يقول وقف في الباب ثم بدأ يتخطى المختار، أشار إليه بني أجلس، التفت إليه قال يا عم أجلس من حيث أنا أم من حيث أنت؟ يعني من حيث تأمرني أنت أم من حيث أنا؟ قال لا، المختار رجل فاهم يعرف الكلام، قال لا من حيث أنت، من أنت؟ يقول تخطى الرقاب، جاء جلس إلى جنب المختار، قال له بني لقد زدتني شوقا، من أنت؟ قال تسأل عن من؟ تسأل عن المدينة، فأنا من المدينة التي يهبط عليها الأمين جبرائيل. قال له إذن أنت زدتني شوقا، من أي البيوت؟ قال له من البيت الذي تخدمه ملائكة الرحمن. قال له أنت من هاشمي؟ قال له نعم أنا هاشمي، أنا علوي. قال له من أنت؟ قال له أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. قال له ما قصتك؟ ما هي حادثتك؟ قال له لما أخذ قصته والمختار يبكي والجلوس يبكون، لأن هذا شاهد حي على ما وقع في كربلاء. ثم بعد ذلك قال له المختار ما تريد يا بني؟ شو تريد أنت؟ قال له أريد أن تحملني إلى أهلي في المدينة، فلقد اشتقت إليهم. ها أقول من بقي في المدينة؟ الله أكبر، الإمام زين العابدين يقول والله كلما مررت على دور أهل عقيل خنقتني العمرة، لأنها دور أصبحت خالية من الرجال. يا 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 حمله أكرمه، حمله إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة دخل على الإمام زين العابدين، من هذا؟ قال له سيدي أحمد هذا. قال له أين كنت؟ قال له هنا وهناك. وأخذ قصة القصة ما جرى عليه، يقول جاء أن العلويات تجدد الحوز كأنما يوم عاشوراء، اتذكروا مصائب عاشوراء كيف فرت الأطفال من خيمة إلى خيمة ومن قباء إلى قباء. وصيتني الله زينب يا بالأيتام بالأيتام، والله وصيتني خويا بالأيتام، من حرمة وغديت بين ظلام، يا أبا أنا حرمة وغديت
لا بأس دعاء ليلة الجمعة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية. كل سوية واغفر لنا يا ذا العلا، يا الله يا الله في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، بجاه محمد وآله سادات البرية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيته. تفضل تفضل. وعندنا أخ رادود إن شاء الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، موفقين لكل خير. نعم. اللهم إلى أموات الجميع، أمواتنا أموات المؤسسين، الفاتحة مع الصلوات.